صباح يوم الثلاثاء الأول من شهر آب أغسطس عام 1950 بثت إذاعة دمشق خبراً جاء فيه: وقع اعتداء أثيم في الساعة 10:30 من مساء الاثنين الواقع في 31 من تموز يوليو، ذهب ضحيته آمر سلاح الجو السوري العقيد محمد ناصر، إذ هاجمه مجهولون يمتطون سيارة وأطلقوا عليه عيارات نارية، وذلك بالقرب من مفرق كيوان، وقد نقل إلى المستشفى العسكري حيث أجريت له عملية جراحية توفي على إثرها في الساعة 3:30 من صباح اليوم الثلاثاء، وقد تولى القضاء العسكري التحقيق في هذه الجريمة. وفي التفاصيل أن العقيد محمد ناصر الذي ينتمي إلى الطائفة العلوية كان يستقل سيارته مع المقدم العلوي حسن الخير والسيد عبد الوهاب عروض، وأن المقدم حسن الخير غادر السيارة قبل أن تتجه إلى طريق كيوان عند مدخل الربوة، لتفاجئه بعد ذلك سيارة سوداء أطلقت النار على العقيد الناصر. وفي المشفى العسكري سأل المدعي العسكري عبد الوهاب الأزرق العقيد محمد ناصر قبل أن يفارق الحياة عن أسماء من يعتقد أنهم قتلته، فكتب: المقدم حسيني قنوت، وكان يقصد المقدم إبراهيم الحسيني رئيس مخابرات الجيش المعروفة بشعبة المكتب الثاني، والملازم عبد الغني قنوت الضابط في المكتب الثاني، اللذين سرعان ما صدرت الأوامر القضائية باعتقالهما، كما صدرت المراسيم بتعيين راشد الكيلاني آمراً لسلاح الطيران بالوكالة، وتعيين الرئيس بكري قطرش رئيساً للمكتب الثاني بالوكالة أيضاً. ولد العقيد محمد ناصر عام 1913 في قرية عين شقاق التابعة لجبلة في الساحل السوري، وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة من مدينة اللاذقية عام 1931 تطوع في الجيش وانتسب للكلية الحربية في حمص، وتخرج منها برتبة ملازم في أيلول عام 1933، وظل يترقى في الجيش فرفع إلى رتبة مقدم عام 1948 وإلى رتبة عقيد عام 1949، وكان أحد أعضاء الوفد السوري إلى مفاوضات الهدنة العربية الإسرائيلية التي عقدت في جزيرة رودوس اليونانية بعد نكبة فلسطين عام 1948 تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة. انتماؤه للطائفة العلوية لم يمنعه من تقلد عدد من المناصب الهامة في زمن الحكم الوطني، فكان رئيساً للشعبة الثالثة في الأركان العامة للجيش السوري، ورئيساً للبعثة العسكرية إلى إيران، ثم قائداً لسلاح الطيران السوري عام 1950، الأمر الذي يدحض أكذوبة اضطهاد العلويين ومنعهم من تقلد مناصب هامة قبل حكم البعث. استأثرت محاكمة المتهمين بمقتل العقيد محمد ناصر باهتمام الرأي العام السوري، وكانت زوجته قد أرسلت برقية إلى رئيس الجمهورية تطالب بإعدام من ذكر زوجها أسماءهم قبل أن يفارق الحياة كي يأخذ العدل مجراه على حد تعبيرها، لكن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها ببراءة المقدم إبراهيم الحسيني بعدما شهد العقيد بنيان قائد قوى البادية أن المقدم الحسيني كان معه أثناء وقوع الحادثة، كما أثبت الملازم عبد الغني قنوت والمتهمان الرقيبان ماجد شاكر وأحمد عابدين أنهم كانوا في أمكنة غير مكان الحادث. ويكشف أكرم الحوراني في مذكراته عن برقية مرسلة من المفوضية العراقية بدمشق إلى الخارجية ببغداد في شباط من عام 1950، أي قبل اغتيال العقيد محمد الناصر ب5 أشهر، يقول فيها الدبلوماسي العراقي: زارني اليوم حسن البرازي وأخبرني عن حصول اختلاف بين العقيد محمد ناصر والعقيد عزيز عبد الكريم والضباط العلويين من جهة، وبين جماعة الشيشكلي من جهة أخرى، وقد أبلغني بصورة موثقة عن استعداد الأولين أي الضباط العلويين للتقرب إلينا إذا ما استميلوا بالمال. وبناء على هذه البرقية يوزع أكرم الحوراني أحكامه الاتهامية قائلا: لا شك عندي بأن إبراهيم الحسيني كان عميلا للمخابرات المركزية، وأنه استطاع إقناع أديب الشيشكلي بارتكاب هذه الجريمة النكرة، والتي أعتقد أن السبب الرئيس في ارتكابها هو التنافس الذي كان ما يزال قائما بين النفوذ البريطاني الذي يحاول التسرب إلى سوريا باسم الاتحاد، وبين النفوذ الفرنسي والأمريكي بصورة خاصة الذي استسلم أديب الشيشكلي له أخيرا عندما قام بانقلابه على الحياة الديمقراطية في سوريا عام 1951.